وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حديثنا لا يزال متواصلًا في قول الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن جانب من تفسير هذه الآية الكريمة، ونتحدث إن شاء الله بعون الله تعالى وتوفيقه في هذا الدرس عما تبقى مما يستفاد من الآية الكريمة. نعم، إن الله سبحانه وتعالى ذكر أمرين اثنين للتوبة، وهما أن يكون التائب عمل السوء بجهالة، وأن يتوب عما قريب. هذا مع قيام الأدلة على أن الإنسان يفسح له في التوبة ما دام لم يصل إلى الغرغرة، مع الاختلاف بين أهل العلم في الوقت الذي يغلق عن العبد فيه باب التوبة والعياذ بالله. و ما ذكر مما يشبه القيدين هنا، يرى العلامة ابن عاشور بأن ذلك إنما سيق لا لأجل اشتراط أن تكون التوبة المقبولة واقعة على هذا النوع، بحيث تكون من معصية كانت عن جهل، أو أن تكون هذه التوبة وأن تكون هذه التوبة عما قريب، وإنما في هذا بيان للمسلم أنه يجب أن يكون على هذا النوع. ومعنى ذلك أن في هذا حفزا لهمة المسلم بأن يسارع إلى التوبة، وأن تكون معصيته لو وقعت منه معصية إنما هي ناشئة عن جهالة لا عن تعمد، بحيث لا يقدم على المعصية عن تعمد. هذا مع التفريق الذي فرقه ابن عاشور بين الجهالة والجهل، فقال بأن الجهالة يعبر بها عن السفاهة، وقد يعبر بها عن الظلم، كما في قول الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وقد يعبر بها عن غلبة
الغضب أو غلبة الشهوة، فكل من ذلك مما يعبر عنه بأنه جهالة. هذا مع أننا نجد أن السلف فسروا الجهالة بأنها مطلق الذنب، فقد أخرج عبد الرزاق بن جرير عن قتادة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع على أن كل ما يعصى الله تعالى به فهو جهالة، فكل من أقدم على معصية الله فإنه أقدم على هذه المعصية عن جهالة، ولا يلزم بأن يكون جاهلا للحكم. ومن العلماء من قال بأن الجهالة هنا إما أن تكون جهلا بالحكم، وإما أن تكون جهلا بعاقبة هذا الذنب وأثره في النفس وأثره في المجتمع، وإما أن تكون هذه الجهالة جهلا بالعقوبة التي تترتب على هذا الذنب، فكل من ذلك يسمى جهالة. ونجد أنه يروى عن مجاهد والضحاك بأن الجهالة هي العمد، لأن نفس العمد يعتبر جهالة. وتعقب ذلك أبو حيان بأن الأمة مجمعة على أن توبة العامد مقبولة، وهذا التعقب فيه نظر وبحاجة إلى التعقب أيضا، ذلك لأن كلامهما لا ينافي هذا، فإنه لا ينافي أن تكون التوبة العامد مقبولة عندما يتوب توبة نصوحا مخلصا لله سبحانه وتعالى توبته. فإن كان العمد جهالة فإن المعصية التي تكون عن جهالة إن تاب منها العبد عما قريب توبة مؤثرة في نفسه ماحية لأثر الخطيئة التي ارتكبها مصلحا عمله، فلا ريب أنها توبة مقبولة. هذا. ومن أهل التفسير من قال بأن الجاهل بالمعصية إن ارتكبها عن جهل فإنه لا تجب عليه توبة منها لأنه أتاها عن جهل، وهذا الكلام أشار إليه الفخر الرازي، ولكن لا على أنه مقرر به، وإنما أشار إليه في مقام المناقشة وبين بأن الكفر قد يجهل الإنسان أنه كفر، وقد يستحسنه في نفسه غير عالم بالحكم بحيث يظن أنه على صواب فيه، فاليهودي يكون على يهوديته وقد يتصور أن هذه اليهودية حق ولكنه لا يعذر مع ذلك، وهكذا كل ما يكون من مخالفة لحكم الله سبحانه وتعالى عن جهل فإنه لا يعذر مع قيام الأدلة على أن ذلك باطل أو على أن ذلك العمل حرام. وأخذ بعض المفسرين ما ذكرناه من أن التوبة لا تجب إن أتى الإنسان ما أتى وهو جاهل للحكم، وهكذا قال الألوسي والقاسمي وابن عاشور ذهبوا إلى هذا ونصوا عليه،
ولكن الحقيقة خلاف ذلك. فذكر الإمام ذكر السيد رشيد رضا أن بعض المفسرين ذهبوا إلى هذا، ولكن تعقب ذلك، وذكر عن الإمام محمد عبده أنه تعقب هذا في مقاله. هذا الذي قالوه لا يسلم، لأن الجهل ليس عذرا للجاهل، إذا لو كان عذرا له لكان الجهل أفضل من العلم، لأنه سبيل السلامة. ومعنى ذلك أن العبد يؤاخذ إذا كان عالما بالحكم، ولا يؤاخذ إذا كان جاهلا بالحكم، فبقاؤه على الجهل يكون أسلم له من تعلمه الحكم. والقرآن الكريم يدلنا على عدم جواز إقدام الإنسان على عمل لا يعرف حكم الله تعالى فيه، فإن الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ويوجب الله سبحانه وتعالى السؤال مع عدم العلم عندما يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولئن كانت الآية الكريمة سيقت في مساق خاص فإن ذلك من باب خصوص السبب، ولا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ، فما عدم العلم يجب السؤال. واستدل القطب لهذا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل لمن لم يعلم ولم يعمل، ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة. فمن لم يعمل ليس هو في منع عن الهلكة بسبب عدم علمه. نعم، الإنسان يكون في سلامة وعدم مؤاخذة على جهله إن لم يؤدي به جهله إلى ارتكاب مخالفة للحق. وهذا معنى الأثر الذي اتفق عليه أصحابنا من غير خلاف، وهو عن الإمام أبي الشعثاء رحمه الله قال: يسع الناس جميعا جهل ما دانوا بتحريمه، ما لم يركبوه أو يصوبوا راكبه أو يبرأوا من عالم تبرأ من راكبه أو يقفوا عنه بدين. فالإنسان غير مؤاخذ بجهله ما لم يؤدي به جهله إلى ارتكاب محرم أو تصويب لمن ركب ذلك المحرم أو تخطئة لمن خطأه وتبرأ منه أو وقوف عنه بسبب أنه اعتبر وقوف دين بسبب أنه اعتبر هذا الأمر أمراً مشكلاً أو أمراً فيه غموض، مع أن حكم الله سبحانه وتعالى هو الحجة. فالجهل لا يعذر به صاحبه، بل هو مطالب بأن يكون على بينة من الأمر. نعم، الجهالة كما سبق في الدرس الماضي إنما تكون بسبب نزوة، إما لشهوة طارئة أو لغضب يدفع بالإنسان إلى الوقوع في المحرم، أو أن يجهل عاقبة الأمر، كما هو شأن الناس الذين كثيرا ما يستخفون بالمعاصي لسبب ما يتصورونه من أن هذه المعاصي لا يؤاخذون بها لسبب أو لآخر، فهذا كله من الجهل. ولكن مع ذلك فإن من وقع في ذلك إنما يؤمر بأن يتوب عما قريب. ولعلنا ذكرنا في الدرس الماضي أن المعاصي إذا تعاقبت على الإنسان واستمر عليه كانت ملكات في نفسه، وعندئذ يصعب عليه أن يتخلص منها. ولكن هذا كما يقول
صاحب المنار قد يختلف وضعه بين الجاهل والعالم، فمن ارتكب معصية وهو يجهل حكم تلك المعصية وفي نفسه لا يقصد معصية الله تعالى، ولو تصور الحكم لما أقدم على تلك المعصية، هو أقل وزرا ومعصيته أقل أثرا في نفسه من معصية الذي يعلم حكم الله تعالى ثم يتعمد أن يخالف حكم الله، لأن هذا بمثابة المتحدي لأمر الله سبحانه وتعالى. عندما يدرك حكم الله تعالى في الأمر ويقدم على مخالفته هو أشد وزرا ومعصيته أعمق أثرا في نفسه، لأنها تتغلغل في أعماق نفسه حتى ترين على قلبه والعياذ بالله إن لم يتب منها. والجاهل يرجى له أن يفيق من غفلته ويصحو من سكرته ويتعلم بعد جهل، لا سيما الجاهل الذي يبحث عن أمور دينه ويسأل، فقد يصادف من يعبر له ويقف به على الحق ويثوب إلى الحق ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من خطيئته التي ارتكبها، ولا تكون خطيئته ملكة في نفسه لأنه لم يقصد مخالفة الله. أما من تعمد أن يرتكب معاصي الله سبحانه وتعالى مع كونه يعلم حكم الله عز وجل فيها، فإنه ولا ريب بهذا التعمد تضرى نفسه على تلك المعاصي حتى لا يبالي بعد ذلك بأي معصية ارتكبها. ومن هنا يتبين أن القول الحق بأن التوبة لا تجتمع مع بقاء الإنسان مصراً على معصية، فلا يغنيه أن يتوب من معصية مع إصراره على معصية أخرى، وإن نسب إلى الجمهور خلاف ذلك ونسب إلى المعتزلة أنه لا تقبل توبته مع بقائه مصراً على معصية أخرى. وهذا القول الذي ذهب إليه المعتزلة هو الذي عليه أصحابنا، وقال به طائفة من أصحاب المذاهب الأخرى، وهو الحق. إذ كيف يجتمع إصرار وتوبة؟ فهو وإن تاب من تلك المعصية لكنه مصر على غيرها، وعدم إقلاعه عن بقية المعاصي لا يحول معصيته التي ارتكب، عدم إقلاعه عن بقية المعاصي لا يجعل من توبته تقتلع تلك الملكات التي رسخت في نفسه ملكات الإقدام على المعاصي ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى فيما أمره وفيما نهى. نعم، المعصية كما ذكرنا ذات أثر، فلذلك أفرد السوء هنا وجمعت السيئات في الآية الأخرى. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء، ومعنى ذلك أن يبادر الإنسان فورا عمله السوء قبل أن ترين معصيته على قلبه فيتوب من تلك المعصية. والسيئات ذكرت بصيغة الجمع، ومعنى ذلك أن أولئك الذين يسرفون على أنفسهم تتراكم سيئاتهم سيئة بعد سيئة وترين على قلوبهم بحيث تصلى القلوب ويكون من الأسير عليهم صقلها، لأنهم لم يبارحوا معاصيهم تلك.
ثم يتوبون من قريب. سبق الكلام في التوبة من قريب، ومذهب من ذهب بأن القريب ما بقي العمر، لأن العمر كله قصير، وهذا قول الجمهور. ومذهب من ذهب إلى أن القريب هنا إنما هو الوقت القريب من وقت المعصية، حتى لا تؤثر المعصية على نفسي. ومعنى ذلك أنه يدعى إلى التوبة بسرعة حتى لا تؤثر هذه المعصية على نفسي. هذا وقد ذكر الإمام محمد عبده كيف يتفاوت الناس في هذا الأمر. التائب إن أخلص التوبة يرجى له قبول توبته، ولكن مع هذا كله فإن هناك تفاوتاً بين التائبين بسبب تفاوتهم في أحوال معاصيهم. فمن التائبين من يكون على يقظة دائمة بحيث يحرص على تجنب مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى إلا عندما يغلب على أمره بما يدفعه إلى المعصية من شهوة طارئة أو غضب يؤدي به إلى أن ينتقم ويتشفى. ولكن عندما تنتهي شهوته وعندما يبرد غضبه سرعان ما يتوب إليه رشده ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، ويظل على وعي وعلى يقظة يحاذر أن يقع فيما وقع فيه أولا، لأن لمخالفته لأمر الله وتوبته من ذلك أثرا على نفسه، فيبقى خائفا دائما من الوقوع في مثل هذه المخالفات. ومن التائبين من يحرصون على تجنب كبائر الإثم، ولكن قد تغلبهم نفوسهم على الصغائر مع كون الخواطر الإلهية التي تثرى على نفوسهم تصدهم عن ذلك، فهم يقعون بين الزلات وبين ما ينتشلهم من هذه الزلات من هذه الخواطر، فهم على أي حال دون مرتبة من قبلهم مع كونهم دائما يستغفرون الله سبحانه وتعالى من زلاتهم، إلا أنهم دون أحوال من قبلهم الذين هم أكثر يقظة وأكثر مراقبة للنفس حتى لا تقع هذه النفس في محارم الله سبحانه وتعالى. فهم دائما يصدون أنفسهم عن مواقعة معاصي الله عز وجل. والفريق الآخر وهو أضعف من هؤلاء، ذلك الفريق هو الذي يتردد بين التوبة والمعصية، يندم على كل معصية يرتكبها ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن تغلبه نفسه فيستغفر الله سبحانه وتعالى. وقال بأن هذا الصنف يرجى أن يكون ذكر الله سبحانه وتعالى الذي في نفسه يقويه ويوجد في نفسه ملكة لمقاومة رغبات النفس في المعاصي، فإن استغفاره لربه سبحانه وتعالى مع شعوره بالندم ومع ما يحس به من لذع في قلبه بما يكون من الندم على تلك المعاصي التي ارتكبها، يرجى
له أن تكون لنفسه ملكة الخير تغلب ملكة الشر، ويقوى جانب الحق على جانب الباطل، حتى ينساق مع التائبين المخلصين ويداوم استغفار الله تبارك وتعالى. ومع هذا يخشى عليه أن يغلب جانب الشر على جانب الخير في نفسه فيهلك مع الهالكين. هذا بطبيعة الحال مهما كان الإنسان، هو دائما يجب عليه أن يحرص على الخوف والرجاء. فالتائب الذي يخلص لله تعالى توبته ويستمر على هذه التوبة، يجب عليه ألا يكون آمنا من مكر الله. فإن المؤمن إنما يسور أعماله بسور الخوف والرجاء، فالخوف دائما يردعه عن الوقوع في معاصي الله، والرجاء ينشطه على فعل طاعة الله سبحانه وتعالى. وزن صالح الأعمال بالخوف والرجاء، هما جنة للصالحات وسوءه. نعم، الله سبحانه وتعالى أتى أولا بأداة الحصر في هذه الآية الكريمة عندما قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. والحصر قد يكون حصرا فيما يدل العقل على عدم إمكان ضده، كما في قول الله تعالى: إنما الله إله واحد. فالعقل يدل على استحالة أن يكون مع الله إله آخر. فالحصر هنا لا ريب أنه حصر قطعي. وقد يكون الحصر بسبب مراعاة بعض الاعتبارات، كما في قول القائل: إنما الشجاع عنترة. ولا يعني هذا أنه لا يكون شجاع غيره، وإنما هي اعتبارات يعتبرها الحاصر. والله سبحانه وتعالى بعدما جاء بهذا الحصر عندما قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، جاء بعد ذلك بما يفيد تقوية هذا الحصر عندما قال: فأولئك يتوب الله عليهم. فأولئك أي الذين استجمعوا الصفات المذكورة من قبل، لأن الإشارة هنا تقتضي ذكره من الأوصاف، كما في قول الله تعالى في كتابه: هدى للمتقين، ثم وصف المتقين بما وصف به وصفهم به إذ قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بعد هذا كله قال: أولئك على هدى، أي أولئك الذين جمعوا هذه الأوصاف كلها حتى تكون هذه الأوصاف مستحضرة في ذهن السامع لهذه الإشارة. وكذلك ما في قوله سبحانه وتعالى: فأولئك يتوب الله عليهم. فأولئك جاء هنا بالفاء التي تقتضي ربط ما قبلها بما بعدها، ومعنى ذلك أن ما سبق إنما هو سبب لقبول الله تبارك وتعالى توبة هؤلاء، وهؤلاء هم الذين يقبل الله توبتهم. فأولئك يتوب الله عليهم، أي يقبل الله توبتهم. التوبة كما سبق هي رجوع، فالعبد التائب
إنما يرجع إلى الله تعالى بالطاعة وبحسن العمل. والله سبحانه وتعالى يرجع إلى العبد بألطافه فيتقبل توبته عندما يعلم منه إخلاص التوبة لله عز وجل، فأولئك يتوب الله عليهم. أولئك الذين جمعوا تلكم الخصال جميعا واتصفوا بهاتكم الأوصاف يتوب الله عليهم، يتقبل الله توبتهم. وكان الله عليما حكيما. هذا التذييل يتفق تمام الاتفاق وينسجم تمام الانسجام مع ما سبق، فإن الحق سبحانه وتعالى اقتضى علمه واقتضت حكمته قبول توبة التائبين. فالله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه فطر العباد وما في تضاعيف طبائعهم، فمن المعلوم أن الشهوات تغلب الإنسان وتصرفه عن الحق كثيرا على اختلاف أنواع الشهوات. وقد يجد الإنسان والعياذ بالله في معصيته لله تعالى لذة، لأن نفسه تنزع منزع السوء فيجد لذته في معصية الله تعالى. والشهوات هي من المعلوم لا يسلم منها الإنسان، إذ الإنسان لم يخلق خلقة الملائكة، فالإنسان ركب فيه العقل والشهوة، وإنما يتفاوت الناس، إذ منهم من يغلب عقله شهوته ومنهم من تغلب شهوته عقله. والملائكة هم عقول بلا شهوات، والحيوانات هن شهوات بلا عقول، فمن غلب عقله شهوته فضل على الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فضلت عليه الحيوانات. فالإنسان دائما عليه أن يكون وازنا لكل ما يطرأ له من الرغبات بميزان الحق، فلا يعطي نفسه رغباتها إلا عندما تكون هذه الرغبات مضبوطة بضوابط شرع الله سبحانه وتعالى. وبما أن الله عز وجل هو عليم بأن العباد أي البشر الذين خلقهم فيهم هذه الشهوات وينزعون منزع السوء تدفعهم شهواتهم إلى شتى الموبقات، فتح لهم الله سبحانه وتعالى باب التوبة، فتح لهم باب التوبة لأجل أن يتداركهم بلطفه، ولأجل أن يصلحهم، لأنهم لو لم يفتح لهم باب التوبة وقد وقع من وقع منهم في المهلكات، فإنه يستمر على تلك المهلكات، لأنه يجد أن ما وقع فيه موبق له، وبما أنه موبق له لا يبالي بسائر الموبقات التي يرتكبها فيما بعد. فلذلك اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يفتح لهم باب التوبة، كما أن حكمة الله سبحانه اقتضت بأن يأمر الله عباده وينهاهم مع اقتران الأمر والنهي بالوعد والوعيد، فقد أمرهم ووعدهم ونهاهم وتوعدهم. إذ لو كانوا مأمورين من غير أن يكشف لهم ما يترتب
على تركهم الأوامر، وكانوا منهيين من غير أن يكشف لهم ما يترتب على تركهم النواهي لدفعهم ذلك إلى تجاوز الأوامر والنواهي. ولكن قرن الله سبحانه وتعالى أمره ونهيه بوعده ووعيه، فمن امتثل أمره ونهيه فهو موعود بوعد الله، ومن خالفهما هو متوعد بوعيده سبحانه وتعالى. لما كان الأمر كذلك كان في هذا ما يدعو هذه النفوس إلى أن تتوطن على الخير وأن تزدجر عن الشر. كذلك اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يكون الناس مجزيين على أعماله، إن فعلوا خيراً فإنهم يجزون خيراً، وإن فعلوا شراً فإنهم يجزون شراً، ومن عمل الشر كان له باب التوبة مفتوحة. في هذا أيضاً حكمة من قبله تبارك وتعالى، إذ لو كان الحق عز وجل يترك الناس وشأنهم بحيث عندما يخالفون أمره لا يسائلهم عن هذه المخالفة لأدى ذلك إلى فساد كبير في الأرض، لأن ترك المجرمين وجرائمهم يرتكبون هذه الجرائم يؤدي ذلك إلى أن تنغرس ملكات هذه الجرائم في نفوسهم، ويعود الإنسان في أمته وفي مجتمعه وفي بني جنسه أضرى من السباع الفتاكة. إلا أن الله تبارك وتعالى رتب على مخالفة أوامره ما رتبه من وعيده، فلذلك فكان ذلك من مقتضيات حكمته. ولذلك ذُيِّلت هذه الآية الكريمة بقوله وكان الله عليما حكيما، ولم تُذَيَّل مثلا بقول وكان الله توابا رحيما، إنما ذُيِّلت بقوله وكان الله عليما حكيما، لأن الله سبحانه وتعالى جاءت حكمته بحسب مقتضى علمه، واقتضت حكمته أن يفتح لعباده باب التوبة وأن يدعوهم إلى هذه التوبة. ومن المعلوم أن شهوات النفس عندما تجبح بها تشط بها كثيرا، وهي كما سبق تؤدي والعياذ بالله إلى الرعن، كما قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وكما جاء في الحديث النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام إن العبد إذا أذنب الذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع وتاب واستغفر سقي، وإن هو عاد زادت حتى تملأ قلبه، فذلك الرعن. ثم تلا قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلو قل لي الناس ومعاصيهم يفعلون ما يشاءوا لأدى ذلك إلى أن ترين هذه المعاصي إلى القلوب. وبما أن الإنسان أوتي من الملكات ما لم يؤته غيره، ما لم يؤته أي أحد آخر، كان عقله إن لم يتصرف وفق مقتضيات العقل ووفق أمر الله سبحانه وتعالى سبباً من أسباب دماره ودمار مجتمعه، لأنه يستغل عقله في السوء الذي تدفعه إليه شهوته، الذي تدفعه إليه شهوته، فكان فينقلب العقل أداة تدمير بدلاً من أن ينقلب أداة تعمير، وأداة إفساد بدلاً من أن ينقلب أداة إصلاح. هذا
وسبق بأن هذه المعاصي تخلف ما تخلفه في هذه النفس من آثار خطيرة، ولا ينزع هذه الآثار منها إلا التوبة. هذه التوبة إنما هي التوبة النصوح، والله تبارك وتعالى بما أنه عليم يعلم ما هي التوبة النصوح. فالتوبة ليست هي لقلقة باللسان بحيث يقول الإنسان إذا ارتكب معصية ما أستغفر الله، وهو مع ذلك ينوي العودة إلى معصيته، إنما التوبة النصوح كما ذكرناها من قبل هي الندم، حيث يحس الإنسان بما يلذع نفسه من آثار ارتكابه لمعصية الله سبحانه، ويتمنى أن لو استقبل من أمره ما استدبر حتى لا يقع فيما وقع فيه من المعاصي، والإقلاع عن تلك المعصية، فإن بقاءه وهو يرتكب تلك المعصية، بقاءه على ارتكاب المعصية مخالف للتوبة، فلو استغفر من تلك المعصية فإن كونه مستمر على ارتكابها لا يعد ذلك من التوبة في شيء. والشرط الآخر أو الركن الآخر من أركان التوبة هو عقد العزم على عدم العودة إلى المعصية كما لا تعود الألبان إلى ضروعها. والأمر الآخر هو الاستغفار، فالاستغفار يأتي بعد ما تتهيأ النفس لطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى بما سبق ذكره. لا بد من أن تتهيأ النفس لطلب المغفرة حتى تيسر للعبد المغفرة بسبب ما يسبق هذا الاستغفار من أركان التوبة الركينة، وهي التي ذكرناها. وهنا في هذا التذييل يشير الإمام محمد عبده إلى ما انتشر بين الناس من أن الأعمال قد تكون مكفرات للمعاصي، ويعول الناس على هذه الأعمال ولو ارتكبوا الكبائر، ولو أصروا على هذه الكبائر وأخلدوا إليها وفعلوا الأفاعيل. وقال بأن هذا مما سرع إلى هذه الأمة من آثار الأمم السابقة التي انحرفت عن منهج الحق، فإن أنبياءهم إنما دعوهم إلى الاستمساك بالدين من غير أن يفرطوا فيه، فعدلوا عما دعوا إليه من فطم أنفسهم عن الشهوات الدنيئة والاستمساك بالأوامر الربانية، عدلوا عن ذلك إلى ما استساغوه لأنفسهم من ارتكاب الموبقات مع ما كانوا يرجونه من تكفيرها بسبب ما يأتونه من الأعمال، فجعلوا الدين منحصرا في حركة اللسان وحركة الجسم من غير أن يكون هذا الدين مرسخا لملكات الخير في نفوسهم. وقال بأن هذا سرى إلى هذه الأمة، ونحن عندما ننظر في أسباب ذلك إنما نرى أن أسباب هذا كله الاستخفاف بالوعيد. فالاستخفاف بالوعيد جرأ الناس على ما جرأهم عليه من الموبقات، فإن الله تبارك وتعالى بيّن أن الذين يتقون والذين يمتثلون أوامره والذين يقبلون على ما يوجهه إليهم من ذكر ونصح إنما أولئك الذين يخشون وعيده. فقد قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ومعنى ذلك أن من لا يخاف الوعيد لا يتذكر. وكذلك يقول تعالى: سيذكر من يخشى، فالذي يتذكر هو الذي يخشى الله تبارك وتعالى ويتقي وعيده. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب.
فلا بد من ان تكون هنالك خشيه في النفوس. اما لو هون على الناس امر الوعيد فانهم لا يبالون بما يرتكبونه من المعاصي، وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن الامم السابقه. قد حكى مثله عن بني اسرائيل في قوله: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا. هم يترجون هذه المغفره مع كونهم يميلون الى العرض الادنى ويؤثرون ذلك على طاعه الله يرجون مغفرته. وهذا ما سرى الى هذه الامه، حتى سمعنا من يقول بان الله اذا وعد وفى واذا توعد عفى، متجاهلين قول الله تبارك وتعالى: لا تبديل لكلمات الله، وقوله عز وجل: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ومتجاهلين الآيات التي تدل على أن كل إنسان إنما هو رهين أعماله، كقوله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقوله: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وقوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وكون الله سبحانه وتعالى نهى العباد عن التشبث بالأماني التي تشبثت بها الأمم السابقة، نهى هذه الأمة عن التشبث بالأماني التي تشبثت بها الأمم السابقة، إذ قال عز من قائل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فالإنسان إذن رهين عمله، من عمل عملا صالحا جوزي بما عمله، ومن عمل عملا سيئا وأصر عليه ولم يتب منه حتى لقي الله تبارك وتعالى عليه فإنه يجزى بما عمل. والقرآن الكريم ربط المصير بالمسير، وربط الجزاء بالعمل، فبحسب ما يكون عليه الإنسان في سير حياته هذه يكون مصيره في الدار الآخرة. فمن هنا كان لزاما على الإنسان أن يحرص على تقوى الله تبارك وتعالى، وأن يتدارك نفسه بالتوبة، وألا يخلد إلى شهوات النفس ورغباتها. ذلك لأن هذه الشهوات عندما تتحكم في حياة الإنسان تدفعه إلى ارتكاب مزيد من الموبقات وتباعده عن الأعمال الصالحة، فيستغرق عمره والعياذ بالله في المنكرات والكبائر، ويكون من الهالكين والعياذ بالله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التوابين الصالحين المقبولين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من جميع ذنوبنا كلها، سرها وجهرها، صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا خطايانا، ما قدمنا وما أخرنا، وما أسرنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. أنت ربنا، اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت. خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم قد علمت فاغفر، وقد سمعت فاستجب، وما أنت له أهل فافعل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين،
واقطع اللهم دابر أعداء الدين واستأصل شافتهم أجمعين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفل حدهم وأقلل عدهم وارزق كيدهم في نحورهم وأعذنا وجميع المسلمين من شرورهم وامحو آثارهم وأورثنا أرضهم وديارهم واطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما